أم بتحفظ ولادها القرآن وبتمسك المصحف في إيديها، ولكن هي بتكون حائض أو بتكون نفساء. طيب ارجعي الاول الكلام يا ندى، احنا قلنا انه النجاسه المتعلقه بالحيض والنفاس والجنابه نجاسه حقيقيه عينيه في البدن نفسه ولا حكميه اعتباريه؟ قلت انها حكمية. حكميه. ايه بقى انها ما تمسكش المصحف؟ او انها لو ارادت انها تمسك المصحف تمسكه بحائل. ايوه، يقول لك او لا انت ما يمسه تحطيش ايدك الا على الكلام، المطهرون، بس ما ما تحطيش ايدك على الكلام وامسكي بس كده من طرف تمسكي الصفحه. المصحف، تجيبي منديل وتمسكي بيه المصحف بالظبط يبقى عادي، يبقى بالظبط. هما كويس. يعني فعلا والبسي جوانت، جننونا بالحاجات دي. وتلبسي جوانت. هو انا ايدي نفسها فيها حاجه؟ ما هو النبي قال انها ليست في يدك يا عائشه. تمام. طيب القائلون على كثرتهم بانه الحائض والنفساء والجنب لا تمس المصحف ولا تقرا القران تعلقوا بظاهر قول الله تعالى في كتاب مكنون لا يمسه الا المطهرون، وهذا استدلال مردود تماما. ليه بقى؟ الايه بتتكلم عن اللوح المحفوظ في السماء في كتاب مكنون، ام الكتاب. تمام. هذا الكتاب المكنون عند الله لم ياذن الله لاحد ان يمسه الا الملائكه المقربون المطهرون. تمام. ما يعني أن الله سبحانه وتعالى يخبرنا في هذه الآية بأن الكتاب محفوظ مكنون، لا يمكن أن يحرف ولا يمكن أن تصل إليه يد ولا أن تعبث به يد ولا شيء أبدا، ولا علاقة لهذا إطلاقا بنسخ المصاحف اللي في إيدينا وبالتكليف الإلهي لنا بأن نمسكها ولا لا نمسكها وبأنه غير الطاهر طهارة حكمية لا يمس المصحف. ليس على هذا دليل في الآية، الآية في موضوع مختلف تماما. طب تعالي بقى أنا أقول لك حاجات تانية غير كده. سيدنا سلمان الفارسي يقول لقد قرأت على رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة حتى حفظتها وأنا يومئذ جنوب. أيوة يا الله، ده قاعد كده الرد الفاصل يعني القاطع. وابن حزم رحمه الله يقول وهذا أصح وأثبت ما ورد في الباب. سيدنا سلمان قعد قرأ سورة كاملة على النبي عليه الصلاة والسلام وجنوب، والنبي وسيدنا سلمان لم يرى في ذلك حرجا. والنبي ما نهروش، وهو رأى أنه لا يفوت المجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم رغم أن من آداب تلاوة القرآن الطهارة، لكن هو استفاد بالجواز، بمساحة الجواز. الأمر الثاني، لما ابن القيم رحمه الله يقول طيب لو أنا فهمت أن الفقهاء يشددوا على الجنوب ويقولوا له لا تمس المصحف ولا تقرأ القرآن حتى تتطهر، أفهمها أقبلها ليه؟ لأن الجنوب أمره في يده. أيوه. إيه اللي ما يخلوش يقوم يغتسل يعني؟ ايه اللي يخليه يقول لنا انا هقرا القران وبعدين ابقى اغتسل؟ لا، روح اغتسل وبعدين ابقى اقرا القران، لان دي خيارات في ايدك. اما الحائض والنفساء فامرها ليس في يدها. بالظبط، مش في ايديها. فلماذا نحرم المسلمه معنى كلام ابن القيم ثلث عمرها او ربع عمرها من تلاوه القران ومن ذكر الله؟ ليه يعني؟ ليه القصه؟ النساء بتقعد 10 ايام في رمضان كمان، وبعدين تيجي تقول لها بس انت خدي بالك لو عايزه تمسكي المصحف تمسكيه بحائل. وكانه المساله انقلبت عندنا الى انه الطهاره هنا حقيقيه عينيه. ادها نكسة، ده غير صحيح على الاطلاق. الامر الاخر، طب يا مشايخنا يا من تفتون بحرمه مس المصحف وتلاوه القران، لو كانت معلمه وبتروح الفصل وعندها اولاد وعندها عمل رسمي ودوام رسمي، قالوا اما للتعليم فيجوز. لحظه يا جماعه، نفس القران، هو التعليم مختلف عن الذكر والتلاوه؟ والتعليم مختلف عن المراجعه؟ والتعليم مختلف عن الورد؟ مختلف في ايه؟ طيب فهمونا. ما هي نفس الايد. ايوه، ونفس المصحف. نفس المصحف بالظبط، نفس الحالة. ايه الخاصية المختلفة في التعليم تخليه جائز في التعليم وليس جائزا في التلاوة او الذكر او الحفظ او المراجعة او الورد؟ وفي ستات بتقولك يعني انا اتحكم عليا في فترة الحيض انه لا صلي ولا صوم ولا حتى اقرأ قرآن، اتحرم من كل انواع الذكر يعني والتعبد لله. يترجح عندي بشكل كبير جدا رأي من قال انه يجوز لها ان تمس المصحف وان تقرأ القرآن، وانه لم يرد في الشرع دليل يعني يستطيع ان نتمسك به في المنع من ذلك، وما قاله الشيخ ابن حزم رحمه الله ومال اليه ابن القيم وغيرهما من ائمه المسلمين وعلماء الاسلام قديما وحديثا. طيب في سؤال